بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لازال كلامنا حول علم الرسول صلى الله عليه وآله وعلم الأئمة عليهم الصلاة والسلام الحديث الرابع من باب أن الأئمة يعلمون جميع العلوم من كتاب الكافي الشريف عن عمار الساباطي قال سألت أبو عبد الله عليه السلام عن الإمام يعلم الغيب فقال لا ولكن إذا أراد أن يعلم الشيء أعلمه الله بذلك قد ذكرنا فيما مضى ان جميع الكمالات انما هي من الله سبحانه وتعالى. واما المخلوقات فهي الفقر المطلق، وكل ما لها فانما هو بفضل من الله سبحانه وتعالى. يقول الله في سوره فاطر: يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد، فكل شيء للمخلوقات انما هو منحة وفضل من الله سبحانه وتعالى لهم. هناك فضل عام. في الفضل العام الذي يشمل جميع الناس لا يوجد غلو. يعني الله سبحانه وتعالى تفضل علينا بأن منحنا الحواس، حاسة البصر والسمع وسائر الحواس، إذا واحد يرى الأشياء، هذه الرؤية، هذه الحاسة، إنما هي فضل من الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان، لكن لا أحد يغلو في ذلك، يعني إذا إنسان يرى يغلون فيه ويقولون انه مثلا له مرتبة من مراتب الالوهية، لماذا؟ لأن الأمر العام يصير طبيعي، يصير عادي، الناس يتعودون عليه ولا يعتبرونه ميزة وفضيلة. وهكذا القدرة التي للإنسان، القدرة المحدودة، الإنسان له قدرة في أن يمشي، في أن يتكلم، في أن يعمل بعض الأعمال البسيطة، سواء بآله او بغير آله هذه القدره ايضا هي منحه من الله سبحانه وتعالى للانسان والا الانسان بذاته لا قدره له لذا نقول بحول الله وقوته اقوم واقعد القيام والقعود وهي وهما من الاعمال البسيطه انما هما بقدره منحها الله سبحانه وتعالى ايانا زين اذا واحد يقوم ويقعد لأن هذه الحالة حالة عامة وشائعة فلذلك لا أحد يغلو في هذا الإنسان يقول ان انظر إليه إنه مثلا له مرتبة من مراتب الألوهية لأنه يقوم ويقعد له هذه القدرة بل نحن الآن مغمورون بنعم الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها بل نحن نغفل عن هذه النعم، وإنما نلتفت إليها حينما نفقدها أو حينما نصاب بمشكلة، في الحديث الشريف نعمتان مجهولتان الصحة والأمان، لا يعرف هاتين النعمتين إلا من فقدهما، أنت في صحة من الصبح تقوم لأعمالك، امورك الخاصه العامه وانت غافل عن الصحه التي لك اذا اصبت بمرض بمشكله ذاك الوقت تلتفت الى اهميه الصحه وكذلك الامان وهكذا سائر النعم ذكر الصحه والامان من باب المثال وانما يغلو الناس في ال... نعمة والفضل الخاص. يعني الله سبحانه وتعالى تفضل على عيسى بأن منحه قدرةً على إبراء الأكمه والأبرص. زين يعني الله سبحانه وتعالى إذا كان يريد أن يمنح هذه القدرة لجميع الناس. كل واحد من الناس إذا كان الله سبحانه وتعالى يعطي هذه القدرة بأنه بلمسة يد يبرئ الأكمه والأبرص كان يصير أمر عادي مثل القيام والقعود لكن الحكمة اقتضت بأن تكون هذه القدرة خاصة لذا بالنسبة للأنبياء معاجزهم ما هي المعاجز معاجز الأنبياء ليست الأمور المستحيلة وإنما هي خرق للعادة يعني الله سبحانه وتعالى جعل أسباب ومسببات طبيعية عامة للكل في المعجزات جعل أسباب خاصة تلك الأسباب ليست عامة للجميع عيسى بلمسة يد يتمكن من إبراء الأبرح الأكمه والأبرص سائر الناس لا يتمكنون لذلك حينما الناس رأوا هذه المعجزة وأمثالها كأحياء الموتى مثلا كالإخبار بما يدخرون وما يأكلون لذلك غلوا في عيسى الله سبحانه وتعالى شاءت حكمته أن يولد الإنسان من أبوين أب وأم زين الله سبحانه وتعالى شاء أن يكون الوليد من الأبوين لذا الآن طبيعي والعادي لأن كل الناس هكذا نقول أن المولود يحتاج إلى أب وأم زين لو الله سبحانه وتعالى كانت حكمته تقتضي أن يخلق الإنسان من غير أب، يعني جميع الناس يولدون من أمهات فقط. الطبيعي شنو كان يصير؟ ولادة الإنسان من الأم فقط. لكن الله سبحانه وتعالى خص هذا الأمر بعيسى عليه الصلاة والسلام. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. لذا صار أمرا غريبا. صار من معاجز عيسى عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى لو كان يشاء أن كل مولود حينما يولد يتكلم. هذا أمر يصير طبيعي، يعني من الأمور الطبيعية البديهية لدى الناس كان يصير أن المولود حينما يولد يتكلم. مثل ما المولود يولد يصرخ مثلاً، يبكي، أمر طبيعي لدى الناس. لو كان التكلم كذلك، الله يشاء أن يتكلم كل إنسان حين ولادته، كان يصير أمر طبيعي. لكن الحكمة اقتضت أن الله سبحانه وتعالى يخلق الإنسان حينما يولد لا يعلم شيئًا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئًا، لا يعلم الكلام ولا غير الكلام، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، الإنسان الطفل يستمع، يرى بالتدريج خلال سنة سنتين يبدأ بالنطق، زين شاء أن يتكلم عيسى وهو في المهد. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وفي الأحاديث أن عيسى عليه الصلاة والسلام بعد هذا الكلام الذي تكلم لتبرئة أمه بعد ذلك صمت لم يتكلم إلا سنتين هذا كان إعجاز لوقت معين بغرض معين لذلك حينما رأى النصارى ذلك أن عيسى ولد من غير أب، أنه تكلم في المهد، أنه أبرأ الأكمه والأبرص بلمسة يد، أنه أحيا الموتى، أنه تكلم بالمغيبات ما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم وكذا 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 وسائر معاجز عيسى غلوا فيه، مع أنه هذه القدرة أعطاها الله إياه، لو الله كان يعطي هذه القدرة لسائر الناس كانت تصير طبيعية مثل سائر الأمور الطبيعية زين العلم كذلك الإنسان طريقة للعلم شنو هو؟ الحدس والحس، الحس يعني الحواس الخمسة أنا أرى شيئاً فأعلم به، أسمع شيئاً فأعلم به، بسائر الحواس أحس ذلك الشيء فأعلم به أو بالقدرة الذهنية العقلية زين أعلم ببعض الحسابات الرياضية مثلاً بعض الأمور النظرية عن طريق الحدس اللي هو أمر ذهني هذا يوجد في كل إنسان نعم يختلف درجات الناس واحد نظره قوي يشوف الأبعد فيعلم بالأبعد واحد نظره ضعيف ما يشوف الأبعد فلا يعلم بذلك الأبعد واحد ذهنه حاد بعض المعادلات أسرع يلتفت إليها واحد ذهنه مثلا شوية ضعيف أو بليد ببطء يلتفت إلى بعض الأمور لكن هذا ضمن الأمر الطبيعي لكن الانسان يعلم بشيء خارج عن هذا الاطار هذا من علم الغيب وهذا خاص بالله سبحانه وتعالى او اذا علمه الله سبحانه وتعالى زين الله سبحانه وتعالى حينما علم عيسى بان ينبئهم بما ياكلون وما يدخرون في بيوتهم هل عيسى كان يعلم الغيب بنفسه كلا وإنما هو تعليم من الله سبحانه وتعالى زين بالنسبة للأئمة عليهم الصلاة والسلام لأن الله سبحانه وتعالى منحهم العلم الرسول تلقى الوحي وعلم ما تلقاه بالوحي لأمير المؤمنين علي عليه, عليه الصلاة والسلام علمني رسول الله ألف باب من العلم يفتح من كل باب ألف باب وكذلك الله علم رسوله علم ما كان وما يكون وما هو كائن. ورسول الله علم عليا عليه الصلاه والسلام ذلك العلم. هذا صار شيء خاص. كذلك الله سبحانه وتعالى كما اوحى الى الانبياء الهم الاوصياء. وارسل ملائكه يحدثونهم هذا صار امر خاص. زين بعض الناس من ضعاف النفوس حينما راوا هذه الامور الخاصه غلوا في الائمه عليهم الصلاه والسلام ولذا صار لغط فكان الاصحاب ياتون للائمه ويسالونهم هل تعلمون الغيب؟ يعني انت بنفسك بدون تعليم من الله سبحانه وتعالى تعلم شيئا من الغيب؟ الجواب كلا الامام كان الائمه كانوا ينفون ذلك لكن هل الله سبحانه وتعالى شاء أن تعلموا الجواب نعم زين مرة فيما مضى أن الله سبحانه وتعالى علم رسوله علم الشرع والشريعة كله ماكو مسألة شرعية لا يعلم حكمها الرسول صلى الله عليه وآله كلا وهذا العلم انتقل إلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا عباد الله سبحانه وتعالى أقسام قسم ظالم وهم الفسق من الناس وقسم مقتصد وهم المؤمنون وقسم سابق بالخيرات والسابقون السابقون أولئك المقربون من هم هؤلاء قبل الإسلام الأنبياء وأوصياؤهم بعد الإسلام الرسول محمد صلى الله عليه وآله والأئمة الاثنى عشر من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا اللي هم السابقون فمنهم يعني من العباد ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. زين، فعلم الشريعه الله سبحانه وتعالى علمها الرسول والرسول علمها الائمه عليهم الصلاه والسلام. علم ما كان وما يكون وما هو كائن علمه الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه واله. والرسول اخبر بكل ذلك امير المؤمنين عليا والائمه عليهم الصلاه والسلام. طبعا في روايه غير الشيعه كما يوجد في كتاب مسلم. والبخاري ان الرسول علم جمعا من الصحابه ذلك، علم ما كان وما يكون وما هو كائن، ولكننا نرى ان الرسول علم الائمه فقط. زين. هل هناك علوم اخرى غير علم الشريعه وعلم الاخبار ما كان وما يكون وما هو كائن؟ نعم العلوم كثيره لان العلم غير متناهي. الله سبحانه وتعالى عالم وعلمه عين ذاته، وذات الله غير متناهيه فعلمه غير متناهي، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فإذا الله علم رسوله ومن بعده الأئمة علم الشريعة، وعلم ما كان وما يكون وما هو كائن، والعلوم جميعا العلوم الأخرى بقي هناك أشياء يعلمها الله سبحانه وتعالى ولا يعلمها أحد لأنه لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء زين إذا الإمام عليه السلام أو الرسول صلى الله عليه وآله أراد أن يعلم شيئا من العلوم التي يعلمها الله سبحانه وتعالى هل كرامته عند الله أن يعلمه بذلك لولا الجواب نعم الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة لهم كرامة عند الله سبحانه وتعالى إذا أرادوا شيئا الله سبحانه وتعالى لا يبخل عليهم بذلك لأنهم أولياؤه فلذلك إذا تلك العلوم الأخرى اللي هي من العلوم غير المتناهية لله سبحانه وتعالى شاء الإمام أو الرسول أن يعلم شيئا الله سبحانه وتعالى يعلمه لذا في هذا الحديث الحديث الرابع من باب ان الائمه عليهم السلام يعلمون جميع العلوم، عن عمار الساباطي قال: سالت ابا عبد الله عليه السلام يعني الامام الصادق عن الامام يعلم الغيب، ان كان لغط الغلاة كانوا ينسبون صفات الرب الى الائمه عليهم السلام، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. عن يعني الإمام يعلم الغيب فقال الله علم الغيب خاص بالله لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ولكن هنا ولكن ولكن إذا أراد أن يعلم الشيء أعلمه الله ذلك إذا الإمام يريد أن يعلم شيئا الله سبحانه وتعالى يعلمه كيف يعلمه إما بالإلهام وإما بتحديث الملك وبطريقة أخرى هذا ليس في علم الشريعة ذكرنا أن الإمام يعلم علم الشريعة وليس في علم ما كان وما يكون وما هو كان فإن الإمام يعلم ذلك وإنما في علوم أخرى اللي هي من العلوم الإلهية غير المتناهية باب الآخر أيضا قريب من هذا الباب باب أن الأئمة إذا شاءوا أن يعلموا علموا في هذا الباب لا يوجد اسم علم الغيب لذا فصله في باب مستقل. عن ابي الربيع الشامي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ان الامام اذا شاء ان يعلم علم. في الحديث الاخير من الباب السابق اذا اراد ان يعلم الشيء اعلمه الله. في هذا الحديث اذا أر ان اراد الامام إن الإمام إذا شاء أن يعلم علم يعني الله سبحانه وتعالى يعلم في حديث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام الإمام يقول كما في بصائر الدرجات الله أكرم وأرأف بعباده من أن يفرض عليهم طاعة عبد يحجب عنه خبر السماء صباحا ومساء يعني الله يقول أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم وهذا أولي الأمر يكون جاهل والله سبحانه وتعالى قادر على أن يختار شخصا يصطفيه ويعلمه يكون عالم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوي أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى؟ لذا الله سبحانه وتعالى يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة اختيار الأنبياء واختيار الأئمة هذا خاص بالله سبحانه وتعالى، وإذا واحد نسب صفة من الصفات الخاصة بالله إلى غير الله يكون بذلك مشركا، اختيار الأنبياء وأوصيائهم هذا خاص بالله عهد الله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. الإمام عهد الله وعهد الله إليه لا إلى الناس وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة لا أنت لك اختيار في الخلق ولا لك اختيار في أن تنصب نبيا أو تنصب إماما إذا واحد يجعل لنفسه اختيار الأنبياء واختيار الأئمة فهو مشرك لأنه نسب صفة من الصفات الخاصة بالله سبحانه وتعالى إلى غير الله في حديث آخر أيضا عن أبي الربيع إن الإمام إذا شاء أن يعلم أعلم في الحديث السابق علم في هذا الحديث أعلم أيضا في حديث آخر عن أبي عبيدة المدائني عن الإمام الصادق إذا أراد الإمام أن يعلم شيئا أعلمه الله ذلك زين الباب الآخر أيضا في علم الأئمة عليهم الصلاة والسلام باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون متى يموتون وانهم لا يموتون الا باختيار منهم. الموت قضاء حتم من الله سبحانه وتعالى لجميع المخلوقات الحيه. انك ميت وانهم ميتون، هذا قضاء حتم من الله سبحانه وتعالى ان الجميع من الموجودات الحيه تموت. الناس كلهم يموتون. أفإن مت فهم الخالدون إذن كل إنسان يموت زين الله سبحانه وتعالى حكمته اقتضت أن لا يعلم الناس عادة زمان موتهم ولا مكان موتهم طبعا هذه الحالة العامة ولا يمكن إنسان مريض والاطباء يقولون خلال ساعات سيموت هذا، وهو يعلم بانه خلال ساعات يموت وفي المشفى مثلا. هذه حالات استثنائيه، القاعده العامه لا احد يدري متى يموت وفي اي مكان يموت. ولكن بالنسبه للانبياء ومن بعدهم الائمه عليهم الصلاه والسلام. هذه الله سبحانه وتعالى اوكل اليهم مهام، وايضا امرهم حين موتهم ان يسلموا هذه المهام الى من بعدهم. يعني النبي يسلم الى الوصي. الوصي يسلم الى الوصي الذي بعده، وهكذا. فحكمه الله سبحانه وتعالى اقتضت ان يخبرهم بزمان موتهم هذا اولا ثانيا اكرمهم الله سبحانه وتعالى بان جعل موتهم باختيارهم احنا مضطرين لذلك المجبورين إذا الموت يجي إذا جاء أجلهم يعني الأجل المحتوم إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لكن بالنسبة إلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام، الله أكرمهم. يأتيهم ملك الموت يخيرهم. أنت مخير بين البقاء في الدنيا وبين الرحيل إلى البارئ. طبعًا هم يختارون الرحيل إلى البارئ لأنه حينما يعلمون بأن الله سبحانه وتعالى يحب جوارهم وأن يجاوروه فهم مسلمون أمرهم إلى الله، مسلمون أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. الآن بعدين نقرأ في الأحاديث القادمة ذلك بس الآن ردنا نشرح عنوان الباب. عن أبي بصير عليه السلام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام أي إمام لا يعلم ما يصيبه وإلى ما يصير فليس ذلك بحجة لله على خلقه الإمام الصادق في هذا الحديث يبين جانبا من العلم الذي لا بد أن يتوفر في أي شخص يتبوأ منصب الإمامة لأنه هذا الإنسان لماذا اختاره الله سبحانه وتعالى للامامه الله لا يعبث لا يعمل اعمال اعتباطيه الله حكيم والحكمه من الاحكام ولازمها وضع الشيء في موضعه هذا الانسان الذي تجعله هاديا للناس والله سبحانه وتعالى قادر على ان يصطفيه وقادر على ان ينزهه وقادر على ان يعصمه، وقادر على ان يفضله على غيره، اذا لم يعمل ذلك يختار انسان جاهل، غير معصوم، يرتكب المعاصي مثلا ليس مديرا، ليس مدبرا، هو يحتاج الى هدايه وهو غير مهتدي يجعله اماما للناس، هذا خلاف الحكمه. الانسان العادي لا يفعل ذلك. انسان عادي عنده محل دكان، يريد يجعل واحد في هذا المحل صانع عامل في هذا المحل، مرة لا يقدر مضطر، زين يعني يجيب له اي واحد، مرة لا لا يكلفه شيئا. اكو عامل صانع ثقة، خلوق، يتمكن من ان يدير المحل احسن ادارة. والراتب اللي يعطى له يساوي ذلك الشخص الذي هو غير ثقه سيء الاخلاق يخرب المحل لا يتمكن من ادارته يشرد المشتري ويسرق من المحل زين هذا صاحب المحل هو يختار الشخص الاول هذا امر عقلائي اصلا طبيعي واذا اختار الشخص الثاني وهو قادر على ان يختار الشخص الاول وهو عالم بان هذا الشخص الثاني ليس اهلا وهذا عمل خلاف الحكمه ويلام على ذلك. زين الله سبحانه وتعالى احكم الحاكمين. الله سبحانه وتعالى اعلم العالمين واقدر القادرين يتمكن من ان يصطفي، ان يعصم، ان يعلم، ان يجعل فيه صفات الكمال ويختاره للامامه، لماذا لا يفعل ذلك؟ زين الله يتمكن من ان يعلم هذا الانسان يعلمه تقول ليش يختار جاهل او لا يعلمه خلاف الحكمه لذلك الامام الصادق يقول اي امام لا يعلم ما يصيبه الظاهر ان المراد من ما يصيبه من عافيه او بلاء ان تصبك حسنه تسؤهم وان تصبك مصيبه يقول الاصابه اعم من الخير والشر لا يعلم ما يصيبه يعني الله لم يعلمه والى ما يصير كان المراد الى ما يصير يعني لا يعلم عاقبته عاقبته ووفاته في اي وقت ستكون يعني جاهل في هذا المقدار فليس ذلك بحجه لله على خلقه هذا مو هو الامام الذي نصبه الله سبحانه وتعالى وجعله حجه على خلقه يعني الكلام شنو هو؟ يعني الكلام ان الامام الذي يختاره الله يعلمه وهذا من ضمن ما يعلمه الله سبحانه وتعالى طبعا أحاديث هذا الباب متعددة إن شاء الله في حلقات قادمة سنذكر سائر هذه الأحاديث هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين